فاس فاس ولا اي واحد. وهذه راه يا اخي مرونشي يا اخي على المشتركين، يعني راح يتمكنوا الصحافه. الجائحه المؤقته يعني بدءا من 1900 هذه الصور تعرض لاول مره. تفضل. هذه يعني من بعدها من الفيس من بينهم هو الجميع. احنا دشنا بشكل رسمي المركز الدولي للصحافه، ولاحظتم انه يتوفر على اكثر من 150 جهاز كمبيوتر موصولين بالانترنت عاليه الدقه، وموصولين بوكاله الانباء الجزائريه بعديد اللغات، باللغه العربيه، باللغه الفرنسيه، باللغه الانجليزيه، وباللغه الاسبانيه، اذا بعديد اللغات. وكانت بعض الخطوط الإخبارية يعني متاحة للمشتركين فقط، ولكن هذه المرة وضعناها بالمجان لفائدة الصحفيين. أضف إلى ذلك وضعنا العديد من الأجهزة يعني للتركيب والأنفوغرافيا، فضلا عن العديد من الأستوديوهات، أكثر من 6 أستوديوهات كما لاحظتم معنا، والأستوديو السابع هو أستوديو مغلق لمن أراد أن يجري يعني مقابلات صحفية في أستوديو مغلق. ولأول مرة ندخل إلى الخدمة استوديو بكاميرات روبو. عدد الصحفيين يعني اللي من المقرر ان يقوموا بتغطيه الانتخابات الرئاسيه يعني يضاهي 1500 صحفي، من بينهم ازيد من 100 صحفي طلبوا الاعتماد من تقريبا 20 بلد اجنبي، يضاف اليهم يعني تقريبا 50 يعني مكتب ومراسل هنا داخل الوطن.